لك يا الله. من جديد مجزرة جديدة بحلب في أقل من أسبوع، مروحية للنظام وفي لحظة خاطفة تلقي حمولتها من البراميل المتفجرة على دوار الحلوانية بحي طريق الباب، متسببة باستشهاد ما لا يقل عن 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية، وسط محاولات حثيثة من فرق الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بما يملكونه من معدات بسيطة لا تلبي احتياجات القصف المتواصل. جانب قلب البراميل عم بحطهم كانوا يقتل فيها الخلق، هذول بقلب البراميل طلعوا. السيناريو ذاته تكرر في حي أقيول، حيث استشهد عدة أشخاص بسقوط برميل متفجر قرب جامع أسامة بن زيد. قوات الدفاع المدني تمكنت من انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية البحث عن ناجين جارية. شو صار عمي هون؟ والله حكم القوي على الضعيف، وللأسف الشديد القوي اللي عم بدعي القوة جبان وأجبن من الجبان، هو وروسيا وإيران والفرس المجوس اللي معه، هاي أكبر شاهد على الجبن تبعهم، عبتقوى على حسبتهم على الله. وككل يوم تقريبا تعرضت مدينة تل رفعت لقصف جوي أسفر عن استشهاد فتاة ودمار في البنى التحتية، كما استشهد شخص وجرح آخرون جراء قصف جوي على مدينة مارع. وليبدو الحال أكثر صعوبة، لم يوفر نظام الأسد أي مستشفى ميداني يساهم في علاج المصابين، فخلال أسبوعين قصفت قوات النظام 3 مستشفيات لتخرج عن الخدمة كليا. الثوار في غرفة عمليات أهل الشام أعلنوا تدمير دبابة لقوات النظام ومقتل طاقمها في حي جمعية الزهراء، خلال محاولة قوات النظام استرجاع عدة نقاط خسرتها في الحي مؤخرا. كما تجددت الاشتباكات على جبهة مطار النيرب العسكري، حيث استهدف الثوار المطار بالمدفعية معلنين تحقيق إصابات مباشرة.